المساء. المساء مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي بول فيالار، ترجمة أنور فتح الله. إخراج هلال أبو عامر. المنظر حديقة عامة في مساء يوم من أيام شهر أكتوبر في الساعة الرابعة مساء. ممر رملي يخترق الحديقة، في وسطه أريكة خشبية خضراء اللون. مساء الخير. مساء الخير. لقد تأخرت. تظنين ذلك؟ إن الشمس هي التي سبقتني. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا سيدتي العزيزة. الجو بارد قليلا. أجل، وقد لبست تلفيعتي. وأنا لبست معطفي. في مثل سننا يجب أن نحتاط. زرر معطفك جيدا. أنت تفيضين بالأمومة يا سيدتي العزيزة. ربما كان ذلك لأنه ليس لدي أطفال. بل يرجع ذلك إلى أنك امرأة. أوه، بل أكثر من ذلك. كيف؟ لأني عجوز. ولكنك امرأة. امرأة عجوز. وأنا رجل عجوز. ولكنك لست كما تدعي. أنت على حق، فأنا طاعن في السن إلى حد ما. هذا المفرش الذي تطرزينه جميل جدا. أتراه كذلك؟ أنا لا أعرف ما هو، ولكنه جميل. إنه سيوضع على مقعد. على ظهر المقعد؟ أجل، فلدي أربعة منه. أربعة؟ نعم. ما الذي يدهشك؟ لأن ذلك يتطلب عملا كثيرا ووقتا طويلا، فمنذ أكثر من شهرين بدأت في هذا العمل. ومنذ شهرين وأنت تأتي إلى هنا بعد ظهر كل يوم. فعلا. منذ ذلك الوقت وأنا أثرثر بدلا من أن أعمل. يؤسفني ذلك. بل عليك أن تندهش. لما؟ إني لا أعمل إلا لأنه ليس لدي شيء أعمله خير من ذلك. لكن المقاعد. فلتنتظر. تظنين ذلك؟ منذ 40 سنة وهي تنتظر. إني لم أقصد إضاعة وقتك على هذا النحو. ربما عاد علي ذلك بفائدة ما. وعلاوة على ذلك، أحاديثي اليومية. هل قلت لك إنها تضايقني؟ بالنسبة لي فهي تسرني جدا. وهل قلت لك إنها تكدرني؟ كلا ولكن. هل شعرت مني بذلك؟ كلا. ها أنت ترى جيدا. لذلك فأنا معجب بأدبك. أنا؟ في مثل سني لا فائدة إطلاقا من أن يكون المرء مؤدبا. يكون الإنسان كذلك بحكم العادة. ماذا تعني؟ لقد كانت أمي مؤدبة وكان أبي مهذبا، وأنا أيضا مؤدب جدا، بل أكثر من جدا. أنت تبدو كأبطال الروايات. أتقرئين؟ لقد قرأت كثيرا. إيه، الليالي طويلة جدا والأيام. ما رأيك في هذا الكتاب؟ هل ترغبين في قراءة الرواية الأخيرة لأندري موروا؟ بكل سرور، إذا كنت قد انتهيت من قراءتها وسأعيدها إليك. لا تتعجلي في إعادتها. أشكرك. أتعرفين أني أنتظر كل يوم ساعة لقائنا هذه بفارغ الصبر. أجل،
أوقاتنا الجميلة التي نقضيها في الحديث، وعندما تغيب الشمس ويميل الجو إلى البرودة أشعر أنا أيضا بقليل من البرد عند الرحيل، ثم تعود إلى دارك. نعم، كل منا يعود إلى داره. أنت إلى شارع مدام، وأنت إلى شارع دوبيسي. أنت على حق، فقد بدأنا نشعر بالبرد. نعم، هذه الشمس مفيدة جدا في علاج الروماتيزم المزمن الذي أصابنا. حتى الروماتيزم الذي أصابنا أصبح عجوزا. هذا لعب بالكلام. حقا، فمن يراك يعطيك أصغر من سنك؟ وأنت أيضا، أنت أيضا تبدين أصغر من سنك. لو كنا أكثر شبابا. أتعرف ما الذي كان يحدث في هذه المقابلات اليومية؟ كنا نعرض أنفسنا للشبهات. أنا التي كنت سأتعرض لها أكثر منك. لم أفكر في هذا، بل إن الأمر كذلك، فأنا الآن محل شبهة. وكيف لا؟ انظر إلى هذه الشغالة. أي تلك الفتاة البدينة ذات الخدود اللامعة، وما شأنها؟ أتعرف ماذا كانت تقول لصديقتها النحيفة عندما مررت عليهما منذ برهة؟ ماذا قالت؟ قالت انظري انظري، ها هي العجوز الصغيرة. العجوز؟ حقا قالت. أجل، قالت العجوز الصغيرة التي تأتي لتنتظر حبيبها. أليس هذا مضحك؟ نعم، إنه مضحك. إذن فأنا محل شبهة. لا، فهم يعرفون جيدا أنني قابلتك لأول مرة هنا. ماذا تعني؟ أعني أني لا أراك في أي مكان آخر. ثم إن حارس الحديقة يبتسم لنا. أتعرفين أننا نبدو أمام المارة كزوج من العجائز؟ إننا نشبههم جدا. كان في مقدورنا أن نكون زوجا من العجائز، ولكن لقاؤنا تأخر قليلا. ربما كنا أفضل من زوج من العجائز. ذلك لأننا لا نشعر بالملل أو بالتعب، ومع ذلك فكلانا يعرف الآخر. قليلا جدا، قليلا جدا. صدقت، فمن الغريب أني لا أعرف اسمك. وأنا أيضا لا أعرف اسمك. خلي عنك، نحن في حاجة إلى الأسماء لنتعارف. هذا من شأنه أن يحدث بعض الغموض بيننا. ومع ذلك فقد تقابلنا هنا وكأننا متعارفان منذ أمد بعيد. إن الشهرين يعتبران وقتا طويلا جدا في مثل سننا. ربما كنت مجرما خطيئا. وربما كنت أنا مغامرة جريئة. كلا، فهمت بكل بساطة آنسة عجوز. كيف عرفت ذلك؟ لأنك لم تحدثيني قط عن أولادك. هذا صحيح، ولكن ربما كنت سأصبح متزوجة. حسن، والآن خبريني ماذا ترين في؟ ربما كنت ضابطا. لا. محاميا؟ لا. قاضيا؟ لقد ذهبت بعيدا. موظفا؟ لا، وزيرا؟ لا، فهذه ليست مهنة. لا أستطيع التكهن. اسمعي. نعم. لقد كنت صرافا لمدة 38 سنة. هذا غريب، لقد ظننت أني رأيتك من قبل. ظننت أني شيء آخر، أليس كذلك؟ كلا، أعني إني آسفة. فعلا لقد كنت شيئا آخر، ولكن أحدا لم يكن يعرف شيئا عن ذلك. هل أستطيع أن أعرف؟ أجل، أنت يمكنك أن تعرفي. قل،
لقد كتبت. نعم كتبت. أوه لهذا قصة طويلة. هل كتبت شيئا؟ وهل عرفت بعض الكتاب؟ عرفت واحدا منذ أمد بعيد. هل هو كاتب مشهور؟ لابد أن يكون مشهورا الآن. هل يمكنني أن أعرف اسمه؟ لا أعرف غير اسمه الحقيقي، لأنه كان يكتب باسم مستعار. وهل هو موهوب؟ بل أكثر من موهوب. كيف ذلك؟ كان يكتب لي. وهل فقدت أثره؟ إنها الحياة. أجل الحياة، تلك الكلمة الساذجة الشائعة، هذا يوضح كل شيء. كل شيء. الحياة معناها القدر، الحظ السيء، الاستسلام، والذكرى. نعم والذكرى أيضا، هذا معناها. أتعرفين أني لم أخبر أحدا قط بهذه الأشياء؟ ولا أنا أيضا. يحس الحظ، تمضي الحياة وتمضي بسرعة، والأعوام تمضي، ونحن ندهش عندما نرى الأشياء الصغيرة تحتل أمكنة الأشياء الكبيرة. ذلك يجعلنا نؤمن بأن الحياة لم تخلق سوى الأشياء الصغيرة، وهذه الأشياء الصغيرة كثيرة جدا لدرجة أنها لم تترك مكانا للأشياء الكبيرة. وإذا فقد كنت تكتب. لو لم أفعل ذلك. ينبغي أن تريني ما كتب. لقد أخبرتني أن أحدا كان يكتب لك. نعم أشياء جميلة جدا. وأنا أيضا تصوري كنت أكتب لأحد الأشخاص. وسأقرأ لك ما كتبت عندما تزورينني. وهو كذلك سأزورك في إحدى الليالي. أجل، سنقضي من وقت لآخر بعض الليالي الجميلة. ألم تنشر شيئا؟ لا. لماذا؟ كنت أكتب لأحد الأشخاص، وبعد ذلك لم أكتب شيئا إلا لنفسي، لأني لم أستطع الكتابة للآخرين. أجل فأنا أفهمك. وهذا هو تاريخ حياتي. بل تاريخ كل حياة. لا تقولي ذلك. على الأقل هذا هو تاريخ حياتي. أتقصدين أن كل الناس لا يستطيعون أن يكونوا سعداء؟ من المحتمل أننا كنا ككل الناس. على كل حال لست نادما على شيء. ولا أنا. جميل أن نعيش الحياة ونحن نقول كان في مقدورنا أن نعيش سعداء. كل الناس لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. وأنت ترين جيدا أننا لسنا كل الناس. وإذن فقد كنت تعسا. كلا، لا لم أكن تعسا، ليس هذا نفس الشيء. وهل كنت تحبها؟ أكل. ولم تستطع أن تتزوجها؟ لم أفكر في ذلك. وهل كانت جميلة؟ كانت ثرية. ثرية جدا. طرينا ثرية جدا بالنسبة لي، وكان أملي ضعيفا في الوصول إليها. ربما لم أكن أهلا لها، ومع ذلك. وبعد عندما رأيتها زادت ثقتي بنفسي، وقررت أن أكتب لها وأن أنجح. إذن فقد كانت صعبة المنال. كانت ثرية ولم أستطع أن أفعل شيئا. ثرية جدا. سرى أن يبدو خياليا في عصرنا، وهذا السراء كان سببا في انفصالنا. وتغير كل شيء.
ستدهشين إذا قلت لك نعم إنها كانت تملك بائلة قدرها 100,000 فرنك. تصور 100,000 فرنك، يا لها من ثروة. ثروة لا قيمة لها الآن. وكانت جميلة. أما أنا؟ أنت؟ أنا السن ولحيتي الصغيرة البيضاء غير معالم وجهي الآن، وأؤكد لك أني لم أكن جميلا. ثم كانت محاطة بالمعجبين والمتملقين، وكانت ترتدي الثياب الحريرية الفاخرة ولا تخرج إلا في صحبة مربيتها. كم كانت جميلة وكم كنت أحبها. وهي ألم تكن تعرف شيئا عن ذلك؟ وما الفائدة؟ ومع ذلك حدث ذات يوم. ماذا حدث؟ كان ذلك منذ أمد بعيد جدا. خبرني ماذا حدث؟ كتبت لها بعض الأشعار. نعم، فابتسمت لي وكان يبدو عليها الارتياح، لكني لم أعد أتذكر شيئا بعد ذلك غير أنها كانت فتاة صغيرة جدا، وكنت أنا قد بلغت مبلغ الرجال، وإني لأخشى أن تسخري مني لو قلت لك إني أحببتها طول حياتي. وماذا كان مصيرها؟ لست أدري، لا تعرف شيئا عن ذلك؟ لم أحاول قط أن أعرف، فقد اختفت أسرتانا. لابد أنها تزوجت من رجل ثري، ولا يمكنني أن أتصور أنها أصبحت عجوزا. ربما كانت أقل عمرا منك ب10 سنوات. أجل، إنها أقل منك ب10 سنوات. لابد أنها كانت سعيدة. من المؤكد أنها كانت كذلك. سنتحدث عنها عندما آتي لزيارتك. إني أتذكرها كما كانت تماما. بالنسبة لي هي ما زالت دائما فتاة شابة. كانت لها عينان عجيبتان ويدان ناعمتان وقامة هيثاء وخدان ورديان. أجل، لقد عشت كل حياتي، تسمعين، كل حياتي مع هذه الصورة وعلى تلك الذكرى. لا بد وأن تكون قد تغيرت. لا أظن، ولكن لست أدري لماذا قلت لك كل هذه الأشياء. الشمس الآن تميل إلى الغروب وأنا لست مبتهجا الليلة، ولست أدري لماذا قلت لك كل هذه الأشياء. القلب والمساء وعندما تتعب الأيدي المضمومة تنفرج وحدها. أظنني لو رأيتها مرة ثانية ربما لن تعرفها. ربما. السنوات تمضي والناس يتغيرون. كلا، لا 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 أحد يتغير، وإنما كل ما يحيط بنا هو الذي يتغير. أنت على حق، فلا أحد يتغير. لقد أثارتني قصة حياتك. أجل، أثارتني جدا، ولقد فهمتك جيدا. أفهمتي؟ كلا، ليس من أجل ذلك فقط، فأنت ترى أني أيضا. أنت أيضا أحببت أحد الأشخاص. الكاتب؟ أجل، الكاتب فقط. فقط؟
إني لواثقة بأنه لم يلتفت إلي أبدا. لا بد أن يكون مشهورا الآن، وربما كان لا يتذكرني. تظنين ذلك؟ كان يتطلع إلى آمال عريضة، ولم أكن سوى فتاة برجوازية صغيرة اعترضت حياته. وهل أحببته؟ أجل. وأنت أيضا تجهلين مكانه ومصيره؟ ومضى على ذلك وقت طويل، طويل جدا. ثم إن أسرته لم تكن موافقة على أن يكتب بسبب مركزها، وقد قال لي إنهم كانوا يخافون أن يكون شعره غير جيد، وقد علمت منه أنه سيطبع دواوينه تحت اسم مستعار. ربما كان أندري مروة. أتظن أن هذا الاسم مستعار؟ أجل، فقد قرأت ذلك في أحد الكتب. سأعرف مصيره يوما ما، وربما احتفظ بلقبه جان. جان؟ أجل، كان ذلك لقبه. جان كان يأتي لدى أقاربي في أيام الآحاد، وكان يستند إلى المدفأة. تماما. وكان شعره طويلا. لأنه كان شاعرا. كان يقول الشعر، ولم تكن أسرته تحب ذلك. ربما كان يقول الشعر من أجلك. ربما. أجل. ربما. فقد كان ذلك منذ أمد بعيد، بعيد جدا. وماذا أيضا؟ كان غالبا ما يقول الشعر الجميل العظيم. أجل، إني أتذكر، وكانت له قصيدة تسمى انتظر. كانت تسمى موت. موت. موت هي كلار. أجل، هي، إنها هي. ولكن كيف عرفت ذلك؟ إنه عنوان معروف. إذن فأنت تعرف اسم الشاعر؟ لا 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 لا، لا أعرفه، لا أعرف مؤلف هذه القصيدة. أشطيب أشطيب أشطيب. الآن؟ إنه موعد الانصراف. لم تمض سوى لحظة منذ أن وصلنا إلى هنا، يخيل لي. كانت لها عينان تشبهان عينيك. ولكنها كانت أجمل، أليس كذلك؟ لم أعد أدري، ربما، نعم ربما كانت أكثر جمالا. وهو كانت رأسه تشبه رأسك قليلا، وكان مستكملا لسمات الرجولة. لقد كنت أكبرها في السن كما أكبرك الآن. يجب ألا نندم على شيء، ربما كان حالنا الآن أحسن. إنه الحارس، هيا بنا، سيغلقون الحديقة. يجب أن أطفي التطريز. خبريني، هل سأراك في الغد؟ لست أدري. نعم ربما. إن النهار بدأ يقصر. فعلا، ولست أدري ما إذا كان هذا مفيدا للروماتيزم الذي أصابنا. إن الشمس تغرب بسرعة الآن. ربما كان من الأفضل ذلك. أنت على حق. إذن
فلن نتفق على موعد اللقاء. لنترك الأمر للظروف، فهذا أنسب. هذا عين الحق. ستخرجين من الباب الكبير. أجل كالعادة. وأنا سأخرج من الباب الجانبي. انتظر، زرر معطفك جيدا. أشكرك، أنت على حق، الجو بارد، بارد جدا. حسنا، مساء الخير يا سيدي. مساء الخير يا سيدتي. سيدي، كتابك. كتابي؟ أظن من الأفضل أن أعيده إليك، ففي مقدورنا أن نمكث بعض الوقت دون أن نلتقي. أنت على حق، وإني لا أشكرك. الوداع يا سيدي. الوداع يا سيدتي. تشطيب. استمعتم إلى المساء في التمثيل، فتوح نشاطي، إحسان شريف، بالإشراك مع علي سليمان. قام بالتسجيل إبراهيم إمام. المساء مسرحية من تأليف بول فيالار، ترجمها أنور فتح الله. المساء مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.